مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من موبايل تأتيكم من قناة الشرقية. طريقة المشاركة بالبرنامج هي من خلال إرسال رسائل SMS على أرقام الهواتف اللي تظهر لكم أسفل الشاشة. ما عليكم إلا أن تكتبون كلمة موبايل بالعربية أو الإنجليزي وترسلوها على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة مثل ما قلت، وإحنا بدورنا نرجع نتصل بالمشاركين اللي دزلنا أكبر عدد من المسجات. ويايا أول مشترك في حلقة اليوم عليا من ذي قار. مرحبا عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ الحمد لله، شلون تتوارد؟ الحمد لله زينة، ما دام انت زينة عليا، معنوياتك عالية اليوم؟ الحمد لله والشكر. يلا ان شاء الله زينة. ان شاء الله زينة، وان شاء الله تكونين أول رابحة بحلقة اليوم. ان شاء الله، تسلمين حبيبتي. يلا يا عليا، بس اتصالك من ذي قار قال؟ نعم. من ذي قار، شلون أهل ذي قار؟ زينين؟ والله من الشرقية. يتابعون دائما الشرقية؟ أكيد، هو منو ما يحب الشرقية؟ كلنا نحب الشرقية. شكرا، أكيد إلك ولكل أهالي ذي قار. وطلع لنا الآيفون على الشاشة مثل ما تشوفين، أرقام من 1 إلى 9، أي واحد نختار؟ إن شاء الله نقول 2. الـ2، نبلش من أول رقم هو الـ2 ونشوف شو راح يطلع لنا بهذا الرقم. شوف أول مفاجأة. يا رب. شنو راح تكون؟ لي عليا. يا رب. يا رب. الاثنين بلشنا بها بداية حلوة، إن شاء الله حلوة، في حال أكيد لا طلع لك في داخل الـ SMS شيء حلو، تفتحين الـ SMS أو لا؟ أكيد، لأن الشرقية تفاجئ بالأشياء الحلوة، أكثر شيء أشياء كذا حلوة أكيد. إن شاء الله، مرات مرات شوية ها تطلع أشياء مو حلوة، بس إن شاء الله شيء حلو يطلع لك. لا بالعكس، اكيد تفاجئ بالشيء الحلو على ود رمضان ان شاء الله، وجدكم مقدما رمضان كريم عليك. ورمضان كريم عليك ايضا. خلينا نشوف وياك المسج على الشاشه. ولقد حصلتي على رصيد اضافي $60، بدايه كلش حلوه. الحمد لله. ان شاء الله دائما، اذا الرصيد $120 نستمر احنا، وان شاء الله دائما نزيد الرصيد بخلال الارقام. الرقم الثاني اي رقم؟ ان شاء الله قول 4. يلا، انا احب الارقام الزوجيه. تحبين الارقام الزوجيه؟ اذا راح نفتحها كلها ارقام زوجيه، بس بعدين يبقى لنا رقم اخير اتصور راح نضطر نروح للفردي، في حال لو الا في حاله لو طلع لك مسج او فت خيارنا الحين 4 ارقام. الـ4 نشوف ايش تحتوي، ان شاء الله معلومات زينه ولا انه طلع لك سؤال. والله فرحانه ورد، يعني فرحانه اشارك وياكم. واحنا اكيد فرحانين اكثر. خلينا نشوف وياك السؤال. السؤال يقول ما هي اكبر العواصم الاوروبيه؟ سؤال سهل بس تحتاجون خيارات، قولي لي. نقول لندن؟ اي نقول لندن. ما تفيد الخيارات. زين سوين، عافية عليك، بين معلومات زينه. خلينا نشوف وياك الاجابه بدون طبعا طلعت لنا الخيارات بس ما يخالف نشوف الاجابه بدون الخيارات. لندن. لندن. اي يلا، والإجابة هي لندن، صحيحة أكيد. الرصيد زاد $30. الحمد لله. $150. الحمد لله، والله حتى الجار يسلمون عليك فرحانين، يقول إن شاء الله على شهر رمضان خير. إن شاء الله يا عليا، بس طبعا خدمة العملاء ترجع تتصفل لأنه ما استعملناها، احنا طلعتني الإجابة عليا بس. ونختار رقم ثالث، أي رقم؟ 6. نشوف الـ6، ثالث خيار. وش راح يطلع لنا بيه؟ ان شاء الله خير. ان شاء الله خير، يلا. الـ6 تحتوي على اشارة ضعيفة. يلا. اشارة ضعيفة بس مو مشكلة. نقصر، ما نزعل، نرجع ان شاء الله ان شاء الله خيرها بغيرها. اكيد، ان شاء الله، يلا. رصيد اذا $120 صار لأنه نقص $30. ونفتح رقم الـ4. روح لك ان شاء الله نقول 8. الـ8، اي يلا. إذا هذا آخر رقم زوجي ويانا، 2 4 6 8، فتحناهم بالتسلسل. شوف الـ8 ايش راح يطلع لي. يا رب إن شاء الله خير. خلينا نشوف طلعت ليش الاسم أو باس، كله زين. إذا رصيدك بعده $120، حلو، لا نقص ولا زاد. الحمد لله. يلا، عندنا خيار حلو وحيد ممكن يطلع ويزيد رصيدك بدون تعب، اللي هو الفاوتشر اللي هو كارت الشحن، ممكن يعطيك رصيد. وعندنا سؤال، انت معلوماتك مبينه زينه، في حال لو طلع لك سؤال، وعندنا خدمه عملاء هم يعني ان شاء الله يزيد الرصيد. ف
فان شاء الله يطلع لك واحد من هذول الاثنين. اي رقم نختار؟ اخر رقم من الارقام الفرديه اللي ويانا 1 3 5 7 9. ان شاء الله نقول واحد والله واحد. يلا حلوه، خوش نهايه ننهي بها المشاركه ونشوف الواحد. الله ان شاء الله يطلع رصيد. ان شاء الله ان شاء الله. شوفي ترى طلع لك رصيد، طلع لك كارت شحن. زين شو تقولين 30 60 او 90؟ الحمد لله. 30 60 او 90 شو تقولين؟ ان شاء الله 90. ان شاء الله 90. يلا يلا خلينا نشوف. ان شاء الله 90 و 60 دولار مو مشكله، هم حلوه مثل 90. الرصيد اللي ربحتي ويانا 180 دولار يا عليا. الحمد لله. الف مبروك لك يا عليا، ان شاء الله توصل لك اكيد ان شاء الله قبل رمضان. هو احنا دائما نطلع تقريبا 4 أسابيع أو 6 أسابيع لحد ما توصل الجائزه، بس ان شاء الله توصل لك باقرب وقت وتتهنين بها ان شاء الله. شكرا لمشاركتك يا عليا. اشكرك. نستقبل مشترك او مشتركه. حميد، مرحبا يا حميد، شلونك يا حميد؟ الو 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 محمد ويانا. الو وياك حميد ويانا. شلونك حميد؟ محمد ويانا. اوكي محمد صلاح من البصرة. طيب يا محمد اريدك تنصل لي التلفزيون رجاء قبل ما يطلع لك توم البزون. اوكي بسرعة. لا ان شاء الله نصوه بس نصوه. اي نصوه على الاخير. تفضل. يلا يا محمد شلون صحتك اليوم؟ زين؟ زين الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله دائما صحتك زين. لا 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 نصال التلفزيون. فدوى اروح لك نصال التلفزيون. محمد طلع لك البزون. يلا نعوضها ان شاء الله بالجايات يا محمد. طلع لك البزون لانه في البدايه كان التلفزيون عالي وعندنا المخرج ابدا ما يتسامح. ف يلا نبلش بالارقام، عندنا من 1 لـ9 نختار اول رقم. رقم 5. اي رقم عفوا؟ 5 5 5. يلا ونريد يطلع لنا شيء حلو بالخمسه حتى نعوض اللي اكله توم. دائما يطلع قبل ما الحق اني عليه. والخمسه الخمسة تررررا معلومات. سؤال والسؤال يقول في أي عام تأهل المنتخب العراقي لكأس العالم؟ إذا زين بالطوبة فتعطيني إجابة بدون خيارات أو ناخذ خيارات، شو تقول؟ في عام 86. نشوف الإجابة بين كل زين بالطوبة والمنتخب العراقي أكيد هذا شيء ما ينسي، فإجابتك صحيحة. ألف مبروك لـ30 دولار وبجهودك زادت ورجعت 60 دولار. أنا عناد توم البزون. يلا رقم ثاني. رقم 3. رقم 3 شوف لك 3. ولك 3 ايش راح يطلع بيها؟ سامعنا لك 3 بيها ترى. يلا لازم مره لو ترانا. سؤال سؤال والسؤال يقول ما اصل كلمة يسوع؟ والسؤال هذا لو متابعنا طلع الحلقة اللي فاتت فلازم تعطيني اجابة بدون خيارات. لا 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 شو السؤال؟ ما اصل كلمة يسوع بس بسرعة لانه الوقت. يسوع؟ اي اصل كلمة يسوع بس بسرعة. خيارات ناخذ خيارات؟ خيارات خيارات. يلا خيارات وبسرعة. روماني عبري او عربي؟ بسرعة بسرعة بسرعة. عربي عربي. لا 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 اللي شوية حروفه بما. يلا الإجابة عبري. أي عبري بس انتهى الوقت وطتني إجابة أولانية قبل ما ينتهي الوقت. الإجابة خاطئة، الإجابة الثانية اللي قلتها هي الصحيحة. مو مشكلة رجع نقص رصيدك 30 دولار راح يبقى يزيد وينقص يزيد وينقص. يلا ثالث رقم، ثالث خيار. رقم 2. 2 يلا. ماذا تأخذ أرقام يعني هيك ثابتة يعني زوج وفرد تأخذ 5 3 2؟ يلا بثيان ترررر شنو؟ يلا اذا من انا ترررر باتشر 30 60 او 90 شو تقول يطلع لك فيها؟ الله يعلم بحث. الله يعلم. يلا انا اقول 60 دولار، خلينا نشوف ايش راح يطلع. 60 باعتبار هو الحل الوسط يعني. 30 دولار طلع لنا. يلا مو مشكله.
يلا الرصيد رقم واحد. اي رقم؟ واحد. يلا خلينا نشوف الواحد. الرصيد رجع 60 دولار. خلينا نشوف راح ينقص هالمرة. عندي احساس اطلع ان شاء الله ضعيفة ويرجع ينقص 30، بس ان شاء الله لا. الواحد يحتوي على SMS. طلع لك SMS رسالة تفتحها او لا، عندك مطلق الحرية. لا لا ما افتحها. ما تفتحها؟ ممكن يطلع بها رصيد. لا. حلو، رصيدك 60 دولار مو كلش عالي، ممكن يزيده بس ممكن ينقصها. لا لا ما افتحها. يلا خلينا نشوف بس احنا وياك نقراها للرسالة على الشاشة ونشوف شنو خسرت او ما اخذت. والرسالة تقول لقد حصلت على رصيد إضافي 60 دولار. طبعا إذا هذا ما حصلنا 60 دولار بس مو مشكلة، رصيد بعد 60. رقم 8. ثمانية. يلا نختم برقم 8 وياك المشاركة ونشوف شنو راح يطلع لك بهذا الرقم. رصيد 60 دولار إن شاء الله يزيد إن شاء الله. 8. ترى ترى منين؟ منين؟ منانا لازم. ترى يلا مو مشكلة. أي الحيوانات لا يحرك فكه للأسفل؟ أي أعرف. أي الحيوانات لا يحرك فكه للأسفل؟ ناخذ خيارات لو تعرف الإجابة. بس السؤال ما سمعت عدل. أي الحيوانات لا يحرك فكه للأسفل؟ خيارات. يلا خيارات بسرعة. الدب السنجاب او التمساح. بسرعه لان انتهى الوقت. ما يخالف بس بسرعه. دب سنجاب او تمساح. بسرعه تمساح. يلا بنشوف الاجابه مع العلم انتهى الوقت بس لانه ما سمعت السؤال. فالاجابه صحيحه. اقول لك الف مبروك 90 دولار ربحت ويانا. الف مبروك. وان شاء الله توصلك باقرب وقت وتتهنى بالجائزه اكيد اللي هي 90 دولار. نستقبل مشترك او مشتركه ثالثه. فاطمه من دياله. مرحبا يا فاطمه. مرحبا يا فاطمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك يا فاطمه؟ شلونك؟ عايزه تشوف. انا زينه ما دام انت زينه. شو اخبارك اليوم؟ شو مسويه؟ تسلمين عيني. بس قاعدين بالبيت اليوم لو طلعتوا؟ لا والله هسه بالشارع جاي امشي. بالشارع طالعين؟ وين رايحين؟ هسه لا رجعت البيت ان شاء الله دقائق واوصل. بالشارع جاي امشي. اوكي يلا ان شاء الله تلحقين توصلين. بس احنا لازم نبلش ان شاء الله تبلشين. يلا بس احنا لازم نبلش المشاركه وياك وان شاء الله تعرفين قوانينها. عندك ايفون فاختاري لي رقم من الواحد للتسعه. ان شاء الله. اي رقم؟ رقم واحد. واحد. نبلش من البداية ونشوف الواحد شنو بي. خلينا نشوف. ترررررام. سؤال. السؤال يقول أي الحيوانات أي يقول أي الحيوانات يخاف من صوت الديك؟ والإجابة سهلة. حيوان يخاف من صوت الديك. يلا خيارات. خيارات البغل، الأسد أو الثعلب. الإجابة طبعاً البغل، الأسد أو الثعلب. بما أنه أنت ما تشوفين التلفزيون أنا أقدر أقول الإجابة. الخيار الثاني. الخيار والله عافية. كان نجدة تشوفين تلفزيون. الإجابة صحيحة. عافية عليك. رصيد زادك 30 دولار. إي صحيحة. رصيدك صار 90 دولار. يلا شوف. يلا رقم ثاني. اختار رقم ثلاثة. الثلاثة نشوف من بعد الواحد. ثلاثة رقم فردي أيضا. شوف ايش راح يطلع لنا بيه. لا أنا أرقام نشوف ما أرقام فردية. أرقام فردية أنت. يلا. ترررر. اسم اس طلع لك علياء صح الاسم؟ أي علياء الاسم صح؟ فاطمة. يا فاطمة طلع ما أعرف طلع لك اسم اس مسج تفتحيها أو لا؟ افتحها ان شاء الله. تفتحيها يلا خلينا نشوف وياك المسج او اني اشوف واقرا لك. بما انه انت ما تشوفين بامكانك طلب رقم اضافي، يعني تفتحين ست ارقام. تاخذين رقم اضافي يعني بدل خمس ارقام تفتحين ست ارقام. ان شاء الله ماشي. يلا حتى تلحقين توصلين للبيت تشوفين. يلا اختاري الرقم الثالث. خمسه.
خمسة إن شاء الله. يلا نشوف وياك الخمسة. والخمسة. أوه ليه؟ ماكو تلفزيون يا مها، هذول صدق جبانة. تلفزيون؟ أوه يا توم راح ألغيك من البرنامج، ماكو بعد من الحلقة الجاية توم ماكو. توم يقول إنه أكو هوسة يمش اللي هم صوت أطفالك في الشارع، فطلع ليش توم ونقص رصيدك 30 دولار. بس هو هذا الخيار لو لأنه يقول توم يقول إنه أكو صوت جهال يمج اللي هم أطفالك هتصور. أنا عاد راح أطبي البيت إن شاء الله. يلا طبي البيت وروحي بغير غرفة. الخمسة بس إحنا بعد الخمسة ما شايفين وياك شنو هو الخمسة. الخمسة يحتوي على تررررا فاوتشر. طلع لك رصيد كارت ابو الهواية، نشوفه وياك ايش قد ب 30 60 او 90. يلا و 60 دولار كلش حلو. 90 60 60 يلا اذا رصيدك حاليا هو 120 دولار، رصيد حلو. يلا يا فاطمة رقم رابع نفتح وياك. رقم رابع ان شاء الله رقم السبعة. السبعة يلا نفتح الارقام الفردية بالتسلسل. شوف السبعة والتررررا سؤال. ما هو ذهب افريقيا؟ اوه لا بعدنا. ما هو ذهب افريقيا؟ السؤال يقول تحتاجون خيارات؟ خيارات يعني نعطيهم ستوار. يلا الخيارات، الخيارات تقول الماس، العاج او الياقوت. الماس. لا غير بسرعة. عاج او ياقوت. العاج. عافية عليك. يلا الإجابة صحيحة والرصيد زاد 30 دولار. 150 دولار الرصيد حاليا. بعد لنا رقمين، فالرقم ما قبل الأخير أي واحد نفتح؟ تسعة. يلا. خلينا نشوف التسعة راح يطلع بي. اي ومثل ما قلت هذا رقم ما قبل الأخير، من بعده يبقى لنا رقم. التسعة يحتوي على ترررررا منين؟ آه لا ما أريد أسوي بها هاي ترررررا. طم طم طم. يا الله. إي خرب الجهاز للأسف. راح جهاز راح الرصيد. نعم قولي يا فاطمة. ستوارت عيني. قولي عيني. ذيك المرة شاركت وربحت 210 ولحد الآن ما حد خابرني. ايش وقت ايش وقت التاريخ يعني قبل كم اسبوع؟ كم حلقة؟ يعني تقريبا هذا الاسبوع الرابع. الاسبوع الرابع، انا دائما اقول بين 4 إلى 6 أسابيع بس ابقوا اياهم على الخط يعني بس في حالة لو انه الرقم خطأ، بس هي 4 إلى 6 أسابيع واكيد توصل لك الجائزة. ماشي ماشي. يلا بس ابقي ابقي على الخط. يلا ونستقبل هديل من بغداد. مرحبا يا هديل. الو. اي قلت اسمك اذا لازم تقولي لي الو. مرحبا هديل. مرحبا. شلون الصحة؟ في الصوت شوية بيقطع مدى اسمع زين. اوه ان شاء الله ما يقطع خلال المشاركة وشوية يوضح الاتصال. تسمعني واضح هديل؟ اي اوكي دا اسمع. يلا شلون معنويات زينه؟ ان شاء الله. يلا ان شاء الله تربحين اليوم ويانا يا هديل، والاهل دا يتابعون الحلقه وياك؟ ان شاء الله ان شاء الله. يلا اذا في حال لو طلع لي السؤال خليه يساعدوك. بس رديني السؤال لانه ما في كهرباء ما داش التلفزيون. اوكي مو تدللين، من يطلع لي السؤال راح اقرا لك اياه واعطيك شويه وقت اضافي عن ال 30 ثانيه. بس خليني الايفون نشوفه على الشاشه حاليا. ايه. وطلع لك الايفون والارقام من 1 إلى 9، اي رقم؟ خمسة. الخمسة، نبلش بالخمسة اول رقم في المشاركة ونشوف ايش راح يطلع لنا به. والخمسة أوكي. يحتوي على سؤال، السؤال يقول ما معنى الدومة؟ هذا صعب. ما معنى شنو؟ دومة، تشبه الدولمة بس مو دولمة، دومة. ناخذ خيارات. يلا الخيارات، والله ما اعرف شنو هذا. البرلمان الروسي، البرلمان الفرنسي، البرلمان الاسباني اتصور المفروض. البرلمان الاسباني رقم 3. رقم 3، يلا خلينا نشوف الاجابه. الاجابه خاطئه.
ترى انا الاجابه خاطئه. ما يخالف نعوضها بالجايات. الرصيد حاليا 30 دولار نقص، فنختار رقم ثاني. اوكي اي رقم؟ اختار رقم 6. 6 يلا من بعد الخمسه 6 ان شاء الله. لا حال في حال لو طلع السؤال يكون سؤال شوي سهل دوما شنو يعني، كان حتى اللفظ ماتي غلط روسي بالروسي. الستة طلع لي اشتري هذا، طلع لي جباتشو، طلع لي كارت شحن. 30 60 او 90 خلينا نشوف يا زوج قد. يلا اوكي 30 60 او 60 60 دولار. اوكي 60 دولار حلوه. يلا الرصيد حاليا 90 دولار صعد، وين اختار الرقم الثالث؟ اوكي 8. يلا 8 شنو يحتوي؟ رصيد 90 دولار مره له أذكر، والثمانية تحتوي على ترررا ترررا اليوم الكل باج من ورا ترررا. يلا ما يخالف، طلع لك مسج، المسج ممكن يكون بيها شيء حلو ممكن يكون بيها شيء ما حلو. نفتحها ولا؟ نفتحها يلا خلينا نشوف. المسج تحتوي على نقراها على الشاشة، بإمكانك ترك المسابقة والحصول على 120 دولار. حلو تاخذيها؟ اوكي اي اوكي اخذها 120. عافية عليك والله ذكية. عافية عليك وبألف مبروك لك ال 120 دولار. شكرا جزيلا. طبعا مسخين كنت فرحانه لان حسيت وياك. اكيد انا فرحانه اكثر وفرحانه لانه ربحتي ال 120 دولار تستاهليها. شكرا ان شاء الله توصل لك باقرب وقت وما تطول 6 اسابيع ان شاء الله قبلها. اوه فرحه فرحه. طيب من المشترك؟ اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. يلا اوكي يلا مع السلامة. باي 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 باي. صبا صبا مرحبا يا صبا. أنا شلون الصحة؟ شذا 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 شلون شوار؟ شو أخبارك يا شذا؟ الحمد لله شلونك؟ أنا الحمد لله زينة. شو مسوين اليوم شذا؟ قاعدين بالبيت لو طالعين؟ طبعا بالبيت. بس قاعدين بالبيت ضوجة ماكو شيء؟ ايه متابعينكم. متابعينا يلا شكرا جزيلا لمتابعتكم. يلا يا شذا خلينا نشوف وياك الايفون على الشاشه. والايفون طلع لنا والارقام من 1 لـ9، اي واحد ناخذ؟ 9. نبلش من الاخير. يلا نشوف 9. نعم 9 يلا. نعم طلع. اوكي ترى لا ما بالي ضشت منها. ما صار رأي رأيه. يلا 30 60 او 90 خلينا نشوف. يا مسامه 30 دولار ما يخالف، المهم طلع لك هديه بها. شكرا. 30 دولار عفوا و90 دولار حاليا الرصيد. ناخذ رقم ثاني. 8. 8 يلا 9 تمشي من النهايه للبدايه. خلينا نشوف الثمانية. نعم يلا الثمانية يحتوي على، لا تنتظرون الترلا. السؤال يقول أين تقع محكمة العدل الدولية؟ تعرفون ولا ناخذ خيارات؟ لا هاي لا, لا هاي والله في عليك معلوم، بس أحد رد لك الجواب، بس خلينا نشوف على الشاشة الإجابة صحيحة. من طاش الجواب؟ الوالد. الوالد تحياتنا للوالد، عافية عليه معلوماته جيدة جدا. الرصيد 120 دولار. يلا رقم ثالث. 7. يلا نشوف 7. السبعة تحتوي على شيء حلو لأنه نعم. راح يثبت ال 120 دولار واللي هو عبارة عن الباس اللي بس ننتقل للرقم اللي جاي بدون ما يزيد الرصيد أو ينقص. أي رقم ناخذ؟ الرقم الرابع وما قبل الأخير. 4. يلا الأربعة. الأربعة يا رب. قوة يعني قوة.
الشبكة ضعيفة، انت وين قاعدة؟ نسيت لكم طبعا. لا لا الشبكة زينة عندي. شبكة زينة؟ والله اني همين الشبكة عندي زينة، بس صار الكمبيوتر ده يسمع ما ادري نص ونص. طلع لك الشبكة ضعيفة، طبعا هو هذا مو شرط انه تكون الشبكة ضعيفة، مجرد خيار يطلع به الكمبيوتر. ونقص الرصيد 30 دولار، صار الرصيد حاليا 90 دولار. رقم أخير، أي رقم؟ إن شاء الله يطلع باكر أو 90. إن شاء الله، يلا، أي رقم؟ 5. 5، 5 ويكون بباكر أو 90، ها؟ يلا، خلينا نشوف. يجوز يطلع لك شيء أحلى من الباكر أو 90. طلعت لك رسالة. نعم. تفتحي او لا رصيدك 90، يعني تقدرين تربحين ال 90 وتنسحبين او تشوفين الرساله شنو ممكن بيها. ان شاء الله من عندكم هديه حلوه، نقول نفتحها، نقول نفتحها وان شاء الله هديه حلوه. ها يلا خلينا نشوف، نقرا الاس ام اس على الشاشه. ولقد حصلتي على الرصيد اضافي 60 دولار، اذا يشبه الفاتشر بس شويه اقل منه. 150 دولار الرصيد، ربحتي 150. شكرا. عفوا، الف مبروك. يلا نستقبل مشترك او مشتركه. حميد من دياله، شلونك يا حميد؟ شلونك يا حميد؟ شلونك يا حميد؟ شو اخبارك حميد؟ زين؟ والله الحمد لله. الحمد لله، بس كانك طالع برا ولا بالبيت انت؟ والله انا برا. برا، وين دا تسوق لو دا تمشي لو دا تركض؟ شلون؟ تسوق لو تمشي لو تركض؟ واقف واقف واقف، لا هي واقف على الترافيك لايت. يلا يا حميد، ما اعرف، ان شاء الله يكون الاتصال واضح وياك بانه انت مو بالبيت، بس راح نكمل المشاركه ونشوف وياك الايف او اني اشوف الايفون، انت بس تسمع. طلعت لك ارقام من الواحد للتسعه، نختار اول رقم. اختار رقم؟ اي من الواحد للتسعة. ثلاثة. الثلاثة، نشوف عندك 5 أرقام لازم تفتحها ونبلش بالثلاثة. يلا الثلاثة تحتوي، بما أنه أنت برا فشي طبيعي أنه يطلع لك إشارة ضعيفة. إشارة ضعيفة، نقصت الرصيد 30 دولار، بس أنا وأنت يا حميد راح نغلب الكمبيوتر ونربح رصيد إن شاء الله، نزيد الرصيد. يلا يا حميد، نختار رقم ثاني من بعد الثلاثة. 5. 5. أنت متابع البرنامج قبل لو هاي أول مرة وصدفة أنه تكون طالع؟ والله هي أول مرة. أول مرة، يعني بس ما عندك فكرة عن البرنامج أنه شلون يمشي لو تعرف؟ ما أعرف، ما أعرف. ما تعرف. خوش، لا تخلي ألعب عليك. زين، انت لازم تفتح 5 ارقام، فهسه حاليا فاتح، هسه راح نفتح ثاني رقم وانا راح امشي وياك خطوه بخطوه. خلينا نشوف الخمسه شنو يحتوي. يحتوي على سؤال، اريد منك تعطيني اجابه كلش سريعه باقل من 30 ثانيه، واذا تريد خيارات قول لي حتى اطلع لك خيارات، بس هم تعطيني اجابه جدا سريعه. اوكي اوكي. يلا السؤال يقول، ما هي لغه تايوان؟ تايوان، اي لغتهم سهله بس لا تقول لي تايواني. خيارات. يلا خيارات، الخيارات تقول الهوتو الصينية أو الإنجليزية؟ صينية. صينية، يلا والإجابة صحيحة، عافية عليك، رصيدك زاد 30 دولار، حاليا رصيدك 60 دولار، أوكي؟ إذا بعد 3 أرقام نفتحها، نفتح ثالث رقم. أختار رقم؟ إي عندك 1 2 4 6 7 8 أو 9. واحد. الواحد، يلا شوف الواحد راح يطلع فيه. عندنا مجموعة من الخيارات، ممكن يطلع لك واحد منهم، اكو اشياء تزيد الرصيد، اكو اشياء تنقص الرصيد. الواحد مرة لخ طلع لك سؤال، هالمرة سؤال يقول، من مارس التدخين أول مرة؟ طبعا ما أريد شخص، أريد شعب، أعتقد يعني شعب مارس التدخين أول مرة. نقدر ناخذ خيارات إذا خيارات. يلا خيارات. خيارات تقول السومريون، الاغريق او الهنود الحمر. الهنود الحمر. الهنود الحمر، ونشوف الاجابه. والاجابه الصحيحه، عافيه عليك. رصيدك زاد 30 دولار، بس توضح قبل ما ناخذ الرقم،
في حال لو طلع لك سؤال بعد ما عندنا خيارات، لانه ممكن يطلع لك خيارات مرتين فقط، اوكي؟ يعني نعم. لازم تعتمد على معلوماتك. فناخذ رقم رابع. نفتح رقم رابع وما قبل الاخير. اختار رقم. اختار رقم ايه؟ أربعة. الأربعة، يلا. هذا هو ما قبل الأخير، رصيدك حاليا 90 دولار، يعني إن شاء الله تكون رابح ويانا وتربح رصيد عالي. الأربعة. الأربعة. أوه ليه؟ بالله يا حجة. بالله يقولون الصوت مو واضح، لازم أعيد لك كم مرة. بولينا وبرا يا توم، يا توم. أوكي. الأربعة شنو بي؟ الأربعة شنو؟ إيه الأربعة؟ يلا طبعاً بما يطلع لك الأربعة لازم أوضح لك إيش طلع لك. طلع لك توم، هذا توم هو بزون، يطلع لما يكون شوي الاتصال مو واضح ينقص الرصيد 30 دولار، أوكي؟ فحالياً رصيدك 60 دولار لأنه توم أكل 30 دولار. بس هسا خلينا نشوف وياك الأربعة شنو بي. أربعة. أو باس طلع لك. حلو، إذا طلع لك باس اللي هو مجرد لا شيء يعني. راح ننتقل لآخر رقم والرصيد يبقى ثابت 60 دولار. آخر رقم عندك 2 6 7 8 9، أي واحد؟ أي واحد؟ آخر رقم؟ أي واحد؟ نسيت الاسم أنا، بس أنا بدي أصيح له. حميد. حميد وياي. حميد. طيب حميد إذا تسمعني ولا ما تسمعني؟ حميد؟ لا حميد، لا حميد، لا قطع الاتصال. حميد. يلا نحاول نرجع نتصل بحميد لانه حرام اخر رقم ينقطع الاتصال وياه. بما نرجع نحاول نتصل بحميد ويرجع ويانا على الخط. بس اذكركم بطريقه المشاركه فيها، لو تحبون تشاركون الاسبوع المقبل من خلال ارسال رسائل الاس ام اس بها. رجع حميد، مرحبا حميد. يلا يا حميد انقطع الاتصال وياك، بس رجعنا وياك. عندنا اخر رقم. حميد تسمعني؟ حميد قول لك شو يا اختي. يلا اي خل شوي نستعجل لانه بقى لك اخر رقم وما اريد ينقطع الاتصال. اي نعم رقم 8 اختارت. رقم 8 يلا خلينا نشوف وياك ال 8. رصيدك 60 دولار، خلينا نشوف ال 8 ايش راح يطلع لك. ان شاء الله بيها شيء حلو حتى تربح رصيد اعلى من 60. الثمانية يا حميد بيها شيء كلش كلش حلو، واللي هو عبارة عن فاوتشر. الفاوتشر هو كارت شحن برصيد يا اما 30 يا اما 60 يا اما 90. خلينا نشوف وياك اي واحد من دول راح يطلع لك. وانت يا حميد طلع لك 60 دولار، وانت منك كان عندك 60 دولار، يعني ربحت ويانا 120 دولار. هلا حميد الف مبروك ال 120. شكرا شكرا الله يخليك. طبعا اكيد هذا الشيء حلو انهم ما متابع البرنامج من قبل وبالشارع وما تشوف ايش يصير، بس ربحت ويانا 120. ان شاء الله بالاعاده تشوف مشاركتك واقول لك انه توصلك الجائزه باقرب وقت، من 4 إلى 6 أسابيع، بس ان شاء الله ما تتاخر وتوصلك من وقت. اذا مشاهدينا ان شاء الله التقيكم السبت الجاي بنفس الوقت، والمشاركه بس بالزو اس ام اس على ارقام الهواتف. للقاء.